أمتلك هذه العين مقابل المال الذي أدفعه ثمنا لها، وهو ما يسمى العوض. قال: ولذا فإن الملكية الخاصة لا تخرج في الغالب عن هذا التعريف. نعم. قال: ما هي أهداف الملكية الخاصة؟ ماذا نستفيد، أو لماذا تهدف، ما إلى ماذا تهدف الملكية الخاصة؟ قال: من أهدافها أولاً إثراء التعاون الدولي عن طريق الأفراد والمؤسسات غير الحكومية، ويقصد فيه ذلك أن يتم التعاون بين الدول. ذكرنا في الملكية العامة أن يتم التعاون بين الدول بإنشاء المشاريع المشتركة بين الدول، المشاريع الضخمة مثل فتح الطرقات بين الدول، أو مد السكك الحديدية بين الدول، أو إقامة مصانع لصناعة الصناعات الثقيلة التي لا تستطيع دولة واحدة في التعاون الدول عليها. هذا من باب الملكية العامة. أما في الملكية الخاصة، إثراء التعاون الدولي عن طريق الأفراد، المقصود أن يتم التعاون والتعامل بين تجار البلاد، تجار الدول، يتم التعاون والتعامل بينهم في البيع والشراء والاستيراد والتصدير ونحوها من هذه الأمور التي تثري التعاون بين الدول عن طريق الأفراد، دون أن تتدخل الدولة أو تضع يدها على هذه المعاملات أو التجارات. هذا هو المقصود بإثراء التعاون الدولي عن طريق الأفراد. والمؤسسات غير الحكومية، أي المعامل والمصانع الخاصة التي تصنع وتنتج المنتجات ثم تصدرها إلى دول أخرى، فيقوم التجار في الدول الأخرى بالشراء، وهكذا في هذه العملية التبادلية في البيع والشراء والتصنيع بين أفراد المجتمعات، وهذا يثري التعاون بين الدول من هذا الباب. وطبعا وحري بالمسلم إن كان قد فتح الله سبحانه وتعالى هذا الباب في التعامل والتعاون مع البلاد، مع أفراد البلاد والدول الأخرى من غير المسلمين، أن يكون عمله في هذه التجارة فيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون هدفه الوحيد من هذه التجارات هو جني الأموال وجمع الأرزاق وإثراء الجيب، وإنما يكون أحد أهم أهدافه هو الدعوة إلى الله وإيصال دين الله سبحانه وتعالى إلى بقاع لم يصل، أو إلى أفراد وأناس لم يصل لهم هذا الدين. الهدف الثاني من أهداف الملكية الخاصة تحقيق الخير والرفاهية والنفع العام عن طريق المنافسة العادلة بين المنتجين، وذلك بأن المنتجين إذا أنتجوا المواد وكان لكل فرد من أفراد المجتمع أحقية أو القدرة أو السماح له بأن ينتج أي مادة من المواد التي تنفع المسلمين، في هذا الأمر لا يحتكر منتج واحد مادة من المواد، فإن احتكر كان ذلك يعود بالضرر على أفراد المسلمين. أما تنوع الملكية الخاصة، تنوعها بين أفراد المجتمع، فإنه يؤدي إلى المنافسة بين المنتجين الذين ينتجون السلع ذاتها، وهذا يؤدي إلى خفض أسعارها وإلى رفاهية المجتمع المسلمي وانتفاعه بشتى أنواع الانتفاعات من هذه المنتجات. أما لو كانت الملكية في الدولة مقتصرة فقط على الملكية العامة، وكانت جميع الصناعات والمنتجات هي تابعة للدولة، لا يوجد فيها منافسة بين أفراد المجتمع، فهذا يؤدي إلى تحكم الدولة بالأسعار، وهذا ربما يؤدي بالضرر على أفراد المجتمع المسلم. وأنواع المنتجات كثيرة في بلاد المسلمين، كثيرة مما وضعه الله سبحانه وتعالى بين أيدي البشر، سواء في الصناعات، الإنتاجات الصناعية أو الزراعية أو الملابس أو الصناعات الثقيلة أو غيرها من المنتجات. تدخل الأفراد بملكيتهم الخاصة في العمل والصناعة والإنتاج يؤدي إلى رفع السوية المعيشية عند أفراد المجتمع. أيضا من فوائد أو من أهداف الملكية الخاصة عدم إشغال الدولة بأمور إنتاجية يتمكن الأفراد من تحقيقها. يقصد في ذلك كما ذكرنا في الكلام عن الملكية العامة
أن الدولة تهتم بالصناعات الكبيرة التي لا يستطيع أفراد المجتمع المسلم أن يقوموا بها، فتتولى الدولة هذه الصناعات كصناعة الطائرات أو الدبابات أو غيرها من الصناعات العسكرية الحربية التي تحتاجها الدولة المسلمة، أو الصناعات التي أو الشركات التي تتعلق في مد الطرقات وفي إنشاء الجسور أو المرافق البحرية والسفن وغيرها مما ينتفع به عموم المسلمين. هذه الصناعات الكبيرة التي أو الإنتاجات الكبيرة التي لا يستطيعها الأفراد تقوم بها الدولة بما منحتها إياها الملكية الخاصة كما ذكرنا في الدروس السابقة. فإذا لم يكن للملكية، أقصد الملكية العامة للدولة، أما إذا لم يكن للملكية الخاصة مجال في الدولة، فعندها ستضطر الدولة لأن تقوم أيضا بإنتاج المنتجات التي يستطيع الأفراد إنتاجها بأموالهم بأعمالهم بجهودهم بخبراتهم. فإذا انشغلت الدولة بهذه الأمور الصغيرة فإنها ستقصر في الأمور الكبيرة التي تهم عموم المجتمع المسلمي. فالملكية الخاصة من أهدافها أن ينشغل أفراد المجتمع بهذه الأمور الصغيرة حتى لا تنشغل الدولة بها عن الأمور الأهم التي تهم عموم المجتمع المسلم. أيضا من فوائد أو من أهداف الملكية الخاصة إشباع غريزة حب المال وتوظيفها في المجال الذي فطره الله عليه. الله سبحانه وتعالى فطر الناس على حب المال، قال تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فالله عز وجل فطر الناس على حب التملك وهذه الأشياء. فإن لم يكن للملكية الخاصة مكان في الدولة وبين أفراد المجتمع، وكانت الملكية الخاصة ممنوعة كما في الحكومات التي تعتمد النظام الشيوعي الذي يقدس الملكية العامة ويخفض من مكانة الملكية الخاصة، فهذا ربما يدعو بعض أفراد المجتمع إلى العمل على السرقة أو الغصب أو قطع الطريق أو غيرها حتى يتملكوا ويكون لهم شيء من الأملاك. فالملكية الخاصة تهدف إلى إشباع هذه الغريزة عند أفراد المجتمع بالطرق المباحة شرعا التي أحلها الله سبحانه وتعالى، فيستطيع أي فرد في المجتمع أن يتملك المال ويزيد من ثرائه بناء على الملكية الخاصة التي شرع الله سبحانه وتعالى، وبما لا يتعارض مع النفع العام لعموم المسلمين. المبحث الذي يليه مجال الملكية الخاصة ومصادرها. كما ذكرنا في الملكية العامة أن لها مجالات، وهي ومنها الخراج والزكاة والحمى والغنائم والركاز والكنوز وغيرها، فأيضا للملكية الخاصة مجالات. قبل أن نتكلم عن الملكية الخاصة، هل هناك من سؤال عن الملكية الخاصة بشكل عام كما ذكرناها أو عن أهدافها؟ من كان عنده استفسار فليتفضل قبل أن نبدأ في مجالات الملكية الخاصة. طيب، ننتقل إلى الملكية الخاصة ومصادرها. آمين وإياكم. وتكون فيما يلي كما عددها في الكتاب. أولا البيع. من مجالات الملكية الخاصة، مقصود مجالات الملكية الخاصة أي الأمور أو التصرفات أو الأحوال التي تؤدي إلى امتلاك الإنسان للأشياء ملكية خاصة لا يتدخل بها أحد به ويستطيع أن يتحكم بها على النحو الذي يريد، كما ذكرنا في تعريف الملكية الخاصة. من مجالات الملكية الخاصة ومصادرها البيع، والبيع هو مبادلة مال بمال. البيع مبادلة مال بمال. طبعا إذا أطلق كلام المال، عندما نقول مال لا ينحصر كلام المال على النقود التي تكون في أيدي الناس التي يباع ويشترى بها. المال ليس هو النقود، المال منه النقود، منه الأغنام، منه الأبقار، منه المتاع، منه البيوت، السيارات، هذا كله يسمى مالا.
فالبيع هو مبادلة مال بمال، إما أن يكون مبادلة مال متاع بطعام أو طعام بدواب أو شيء منها بالنقود، هذا كله يسمى بيعا. نعم، وقد شرع الله سبحانه وتعالى البيع لأن حاجة الإنسان تقتضي أن يشرع الله سبحانه وتعالى البيع بناء على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن أسباب امتلاك المال والثراء هو الربا، ومن أسبابه وامتلاكه والثراء هو البيع. فالله عز وجل أحل طريقا وأباحه، وحرم طريقا آخر ومنعه، وهو الربا. قال: أحل الله البيع. وقال الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى أحل البيع صراحة، وفي الآية الثانية يخبر ربنا أن البيع بما أنه حلال ومباح فله شروط، ومنها أن يشهد الإنسان على البيع. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وجاء في الحديث أيضا: أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور، كل بيع مبرور. نعم، دل هذان الحديثان على حل البيع. وللبيع شروط متعددة، وهي الرضا من المتعاقدين، لا بد أن يكون الطرفان راضيين بهذا البيع. والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ أي الذي يريد أن يبيع أو يشتري جائز التصرف، أي بالغ عاقل، فلا يجوز البيع والشراء مع المجنون، ولا يجوز البيع والشراء مع الصغير إلا إن كان موكلا من أهله، فهذا أمر آخر. نعم، أن يكون المبيع فيه نفعا مباحا، فلا يجوز بيع المحرمات من الآلات الموسيقية أو الخمور أو المواد الضارة بالمسلمين وغيرها. أيضا أن يكون المبيع من مالكه أو مأذون له فيه، أي أن يكون البائع لهذه البضاعة التي يريد أن يبيعها هو مالك لها، فلا يجوز لأحد أن يبيع ما ليس له، لا يجوز أن يبيع ما ليس له إلا إن أذن له صاحب المال بأن يبيعه عنه ووكله في ذلك. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه. مقدورا على تسليمه أي أن البضاعة التي أريد أن أبيعها أستطيع أن أسلمها للمشتري. ما المقصود في ذلك؟ نجد الآن كثيرا في بعض المناطق أشخاص لهم متاع أو لهم أراض أو لهم أملاك في مناطق لا يستطيعون الوصول إليها أو الخروج إليها، فلا يستطيعون أن يحضروا ما يريدون أن يبيعونه ويسلمونه للمشتري. فإذا كان المبيع غير مقدور على تسليمه إلى البائع أو إلى المشتري فلا يصح هذا البيع، أو كأن يكون المبيع مغصوبا عند رجل، أو أن ظالما وضع يده على ملك أحد فجاء هذا الرجل صاحب الملك فباعه لغيره وهو يعلم أنه لا يستطيع أن ينتزعه من يد الظالم ويسلمه للمشتري. فهذه الصور التي لا يكون المبيع مقدورا على تسليمه لا يصح به البيع. وأيضا معرفة الثمن والمثمن، أي معرفة العوض النقدي ومعرفة البضاعة التي يريد أن يشتريها، فلا يصح أن يكون هناك جهالة في البيع. نعم، أن يكون المبيع معلوما. قال: هذا المصدر الأول أو المجال الأول من مجالات الملكية الخاصة. المجال الثاني من مجالات الملكية الخاصة: العمل بأجر للآخرين. إذا المجال الأول أن أذهب أنا وأشتري وأبتاع بضائع وأشياء فتصبح في ملكيتي الخاصة. الطريق الثاني للملكية الخاصة: العمل بأجر للآخرين، أن أقوم بعمل لأجر، سواء ببناء أو بزراعة أو بخدمة لأي أحد، أستأجر في عمل ما ثم آخذ أجرتي على العمل الذي أقوم به. أقوم مثلا كما يقوم الخياط أو النجار أو الحداد بصناعة شيء للآخرين ثم يأخذ أجرته على هذه الصناعة، فتكون أجرته سواء كان العوض الذي يأخذه مقابل عمله نقدا أو طعاما
أو أي شيء يتملك، فهذا من هذا من أسباب الملكية الخاصة، العمل بأجرة للآخرين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى استئجار الأجير حتى يبين له أجره، فلا يجوز أن يستأجر الرجل أجيرا ولا يبين الأجر الذي سيعطيه إياه. وأيضا قصة المعروفة عن الرجل الذي استأجر أجيرا فحفظ له أجرته، وبعد أن ذهب الأجير وعاد له بعد سنوات، فكانت أجرته قد نماها لها صاحب المال، وكانت أحد أسباب خروجه من الغار. قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم باب الغار. نعم. النوع الثالث أو المجال الثالث من مجالات الملكية هو الزراعة، أن يأتي رجل إلى أرضه فيزرع فيها زرعا، فينبت هذا الزرع ينتج عنه ثمارا، هذه الثمار تصبح في ملكية هذا الرجل الذي زرع أرضه. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. نعم. قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة. نعم. وقال هو الماوردي عدد في كتابه عدة أصول للمكاسب، ذكر الزراعة والتجارة والأجرة والصناعة وغيرها، وقال: وأطيب هذه المكاسب هو الزراعة. نعم، لأنه أنفعها للبشر وللحيوانات وللطيور. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. انظر كيف يوجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عمل الإنسان في إنتاج مال يكون في ملكيته الخاصة عملا في الزراعة. طبعا وغيرها من المجالات مجالات مباحة، ولكن كما قال: أطيبها الزراعة وأكثرها أجرا. من مجالات أو المصادر الملكية الخاصة أيضا إحياء المواد. تكلمنا سابقا عن المواد، هي الأراضي التي لا يملكها أحد، فيأتي أحد فيقتطع قسما له فيحييها، أي يزرعها ويسكنها ويبنيها، فتصبح هذه الأرض التي لا يستفاد منها مستفادا منها، فإذا فعل ذلك أصبحت في ملكيته الخاصة. ولإحياء الموات شروط: الأول أن لا تكون الأرض ملكا لأحد، لا لمسلم ولا ذمي. الأرض التي يأتي الرجل فيحييها، الأرض الميتة التي يريد أن يحييها، ينبغي أن لا تكون ملكا لأحد، لا لمسلم ولا ذمي. وقلنا الذمي هو غير المسلم من اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية للدولة المسلمة. أن لا تكون داخل البلد، فالإحياء الموات ينبغي أن يكون خارج البلد بعيدا عن الناس، لأن الذي داخل البلد فكل أحد يستطيع أن يستفيد منه، أما ما يكون خارج البلد فلا تتطلع إليه أنظار الناس. فإذا ذهب الإنسان إليها وأحياها، فإن في إحيائه لهذه الأرض الميتة سيشجع غيره على إحياء ما حولها، مما يزيد من الأراضي التي تصلح لأن يسكنها الناس وأن يستفيدوا منها. نعم. الشرط الثالث أن لا تكون من المرافق العامة كالمنتزهات والحدائق وغيرها، فلا يعقل أن يأتي رجل فيأخذ قطعة من الأماكن العامة التي خصصت لنفع عموم المسلمين أو بهدف راحتهم والتخفيف عن نفوسهم، ثم يأتي ويتملكها ويقول أنه أحيا مواتا. أن يتحقق إحياء الأرض في مدة أقصاها 3 سنين على النحو الذي أقره سيدنا عمر رضي الله عنه. فإذا أعطى الإمام أرضا لرجل فحجزها سورها ولم يعمل بها شيئا، لم يحييها لم يزرعها، بما يزيد على 3 سنين، فيحق للإمام أن ينتزعها بيده، لأنه ليس المقصود أن يحتجز الإنسان أرضا ثم لا يستفيد منها، فربما يأخذها غيره فينتفع منها ويحييها. نعم. أهلية المحيي بأن يكون قادرا على إحياء المواد، فلا يعقل أن تعطى أرضا لرجل لا يحسن إحياءها، وإنما
فقط ستكون في ملكه ويعجز عن الاستفادة منها ويحرم غيره من الاستفادة منها. نعم. الشرط الأخير إذن الإمام، وهو أن يكون الإمام هو من أذن لمن يريد أن يحيي الموات بأن يقتطع لنفسه من هذه الأرض، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء. نعم، فالذين قالوا بوجوب إذن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقال غيره بأنه لا يشترط ذلك. المجال الخامس أو المصدر الخامس من مصادر الملكية الخاصة الصناعة والاحتراف. الصناعة الاحتراف هو أن يكون الإنسان صنعة يصنع بها موادا ينتفع بها الناس، فيمتلك هذه المواد بعد أن يصنعها فتكون في ضمن ملكيته الخاصة، ثم يبيعها ويكسب من أثرها مالا. أو الاحتراف بأن يحترف مهنة كما ذكرنا من نجارة أو خياطة أو صناعة طعام أو غيرها من هذه الحرف التي يكون للإنسان فيها خير من أجل أن ينتفع هو وينفع غيره من المسلمين. نعم. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لأكره الرجل فارغا لا في عمل دنيا ولا آخرة. نعم، وهذا مما لا يصلح للرجل، لا يصلح للرجل ولا يصح له أن يكون هكذا هملا في هذه الحياة، لا يعمل لا لدنيا ولا يعمل لآخرة، فلا بد أن يكون بيده مهنة، سواء عمل لدنيا ينتفع به الناس أو عمل لآخرة من طلب العلم وتعليمه وحفظ القرآن وتحفيظه أو جهاد في سبيل الله من الأعمال التي يبتغى بها الآخرة حسب. نعم. النوع السادس أو المصدر السادس من مصادر الملكية الخاصة هو الاحتطاب. طبعا الاحتطاب معروف، هو أن يخرج الرجل بفأسه إلى القفار أو المناطق البعيدة التي يكثر فيها الأخشاب فيحتطب ويأخذ من هذه الأخشاب التي يبست ولا ينتفع بها أحد بزراعة وغيرها ونبات وغيره، إلا أن تكون حطبا للحرق للتدفئ أو للطبخ أو لغيرها من أنواع الاستعمالات التي ينتفع بها الناس في هذه الأخشاب التي في هذه الأخشاب التي لا ينتفع بها في باب الزراعة وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أيضا من مصادر الملكية الخاصة استخراج ما في باطن الأرض من المعادن التي لا تدخل في الملكية العامة، كما ذكرنا بعض المعادن لا تدخل في الملكية العامة فيجوز للإنسان أن يستخرجها، كما مر معنا في الدرس الماضي أن رجلا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه أرضا فيها ملح، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه إياه انتزعها منه، لأنه أي أحد يستطيع الاستفادة منها، فالأولى أن تكون لعموم المسلمين. أما أن يخرج الرجل إلى أرض لا يعمل بها أحد ولا يستفيد منها أحد فيحاول أن يستخرج من معادن الأرض التي وضعها الله عز وجل فيها، فهذا من مواطن الملكية الخاصة. ومنها مقالع الحجارة، وهي معروفة، التي يخرج الناس منها الحجارة من أجل العمار وغيرها من هذه الأنواع. أي نعم. ومن مصادر الملكية الخاصة الصيد، والصيد هو اقتناس حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه بآلة معتبرة، قصد الاصطياد. المقصود بالصيد اقتناس حيوان حلال متوحش، اقتناس حيوان حلال أي مما أحله الله، لا يكون من المحرمات كالكلاب والقطط والخنازير وغيرها من البهائم التي لا يجوز أكلها، المقصود حلال. متوحش، مقصود متوحش أي غير إنسي، ولا يقصد المتوحش أي السباع التي تأكل البشر والبهائم، لا، المقصود متوحش أي غير إنسي. المقصود بالإنسي الأبقار والأغنام والجمال والخيول وغيره، هذه إنسية تعيش مع الإنسان في مسكنه أو في حظيرة للرجل أو ما شابه، أي تربى مألوفة.
أما المتوحش هو الذي يعيش في البرية كالطيور والأسماك والغزلان والأرانب وغيرها من الحيوانات المباحة الشرع، ولكنها لا تعيش في ملك أحد من المسلمين. قال: متوحش طبعا غير مملوك، أي لم يمتلكه أحد في البرية، ولا مقدور عليه بآلة معتبرة بقصد الاصطياد. نعم، هذا هو الصيد. أيضا من أنواع أو من مصادر الملكية الخاصة إقطاع السلطان وجوائز إقطاع السلطان، أي أن يعطي السلطان قطعة أرض كهدية أو جائزة لأحد المسلمين على شيء ينفع به المسلمين، أو على أي أمر من تعليم أو جهاد أو ما شابه. فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير، وهذا جائز للإمام على حسب ما يرى. أيضا من مصادر الملكية الخاصة الجعل على عمل معلوم والسبق. الجعل على عمل معلوم، أي أنا أطلب من أحد أن يعمل لي عملا، بأن مثلا إنسان فقد مالا أو فقد دابة، فيجعل الجعل هو أن يجعل الرجل مالا مقابل من يجد له هذا المفقود، أو مالا مقابل من يرفع له مثلا هذا الحائط، أو نحوها من الأعمال التي يحتاجها كثير من المسلمين. نعم. وأيضا السبق أي المسابقة، فالمسابقة أيضا من مصادر امتلاك المال أو النقود أو الملكية الخاصة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نعم، في نصل أي في رمي السهام. النوع الحادي عشر من أنواع الملكية الخاصة الهبة والعطية والهدية. أيضا من أهدى لك شيئا أو أعطاك عطية أو صدقة، هذا كله مما يصبح ضمن ملكيتك الخاصة ويجوز لك أن تتصرف به. نعم. أيضا اللقطة، وهو أن تجد شيئا في الطريق. قال: اللقطة هي المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره. قال: فاللقطة جاء في الحديث عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، الورق أي الفضة، نقرأ في الصفحة 59، الورق أي الفضة، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها. وكاءها أي غطاء الصندوق أو غطاء الكيس الذي كانت فيه، أي المقصود أن يصف هذه اللقطة. ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستفقه. قال: فإن لم تعرف فاستفقهها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما الدهر فادفعها إلي. أي أنت إذا وجدت لقطة فيجوز لك أن تأخذها، تعرف عليها الناس بأن وجدت لقطة هي كذا من ذهب أو مال أو متاع أو ما شابه، تعرف على أوصافها، أنت تحفظ أوصافها وتقول أنك وجدت. فإذا جاءك أحد فعليك أن تسأله ما هي أوصافه، وأنت تحفظ أوصافها تعرفها، ثم تسأل، فإن كانت أوصافها رددتها، وإن لم يأتك أحد لمدة عام أنت تعرف على هذه اللقطة لمدة عام، فإن لم يأتك أحد يجوز لك أن تنتفع بها، ولكنها تبقى في ذمتك إن جاء صاحبها فطلبها فتعطيه إياها أو تعطيه قيمتها إن كنت قد أنفقتها. نعم. الثالث عشر الوصايا، وهو أن يوصي الميت بشيء من ماله لأحد من المسلمين من غير ورثته. فإذا أوصى الميت إلى الموصى له بشيء من ماله، ويشترط أن تكون الوصية لغير وارث، فلا يصح أن يوصي الرجل لولده أو لابنته أو لزوجته بشيء من المال أو لأبيه أو أمه لأنهم من الورثة، وإنما الوصية تكون لغير وارث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فيجوز للرجل أن يوصي مثلا لأبناء ولده المتوفى، رجل عنده ولد قد توفي، وهذا الرجل طعن في السن وأشارف على الوفاة، يجوز له أن يوصي لأحفاده، لأن الأحفاد لا يرثون من جدهم إن كان لهم
أعمام. نعم. قال والإرث، الإرث هو انتقال المال إلى وارث معين بعد وفاة مورثه. الإرث معروف، انتقال المال من ملك المتوفى الميت إلى ملك ورثته، وهذا أيضا من مصادر الملكية الخاصة. نعم، أيضا مصادر الملكية الخاصة هو المهر والصداق الذي يعطيه الرجل للمرأة عند الزواج، فهذا مما هذا المهر ويدخل في ملك الزوجة ولا يدخل في ملك أبيها أو أمها، وهذا من الأخطاء الشائعة في بعض المجتمعات، يظنون أن مهر الزوجة هو حق لأبيها، لا، المهر هو حق للزوجة، تعطى مقدمه ومؤخره، فإن لم يعطي الرجل المؤخر فيبقى في ذمة الزوج إلى أن يموت، يبقى في ذمته، ولا بد إن توفي ولم يعطي المؤخر أو المهر لزوجته أن يخرجه عنه ورثته من ماله قبل أن يقصر. فمهر المرأة هو من حقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتابع. نعم، كنا نتحدث عن المهر، أن المهر هذا هو من حق المرأة ويبقى في ذمة الزوج إلى أن يسدده، ولو ما تبقى في ذمته إلا إلى أن يسدده، مقدمه ومؤخره. نعم. المصدر السادس عشر للملكية الخاصة ما يأخذه المحتاج من أموال الزكاة والصدقة، فالمحتاج أو غيره من أنواع من أصناف المستحقين للزكاة الذين جاءوا في الآية في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء الأشخاص إذا دخل المال في إذا أعطاهم الإمام من مال الزكاة فيصبح من في ملكيتهم الخاصة، ولهم حرية في التحكم به وفي التصرف فيه. السابع عشر ما يؤخذ من النفقة الواجبة. قال: النفقة هي كفاية ما يمونه خبزا أو أدما وكسوة وتوابعها، ويجب على المرء الإنفاق على زوجته وعلى قريبه المحتاج من الفروع والأصول والحواشي. يشترط الإنفاق على غير الزوجة شروط: أن يكون المنفق عليه فقيرا سواء كان صغيرا أم كبيرا، أن يكون من تزمه نفقته غنيا، اتفاق الدين بين المنفق والمنفق عليه، أي أن الرجل ملزم بأن ينفق على زوجته وأبنائه وأمه وأبيه إن كانوا فقراء وهو غني، وعلى إخوته أو أقاربه إن كان غنيا وهو فقراء، كل بحسب أولويته أو حقيته. هذه النفقة التي يعطيها الرجل لهؤلاء الذين ينفق عليهم، هذه النفقة مما يدخل في ملكيتهم الخاصة. نعم، إلى هذا القدر نكون قد انتهينا من الكلام عن الملكية الخاصة وأهدافها ومجالاتها. في الدرس القادم نتكلم إن شاء الله عن وسائل حماية الملكية الخاصة والعامة. وكما نرى إخواني، إن من أنواع أو من مصادر الملكية الخاصة التي تدخل في الملكية الشخصية الخاصة للمسلم مصادر عدة وأنواع شتى يستطيع الإنسان أن يتملك بها المال. لذلك حري بالمسلم أن يقصد رزق الله سبحانه وتعالى من مظانه ومواطنه. ومن أهم القواعد التي ينبغي أن يتعلمها المسلمون أن الرزق غير مقرون في المذلة أبدا. الرزق غير مقرون في المذلة أبدا، فمن وجد أنه في كسبه لرزق ما سواء طعام أو شراب أو مال أو نوع من أنواع الإغاثات أو المعونات أو غيرها، إن كان يجد أن في تملكه لذلك شيء من سفك ماء وجهه أو مذلته فليبتعد عنه. وأما إن جاءه من غير أن يستشرف له أو من غير أن يطلبه ويطالب به، إذا كان من غير هذه الأنواع المذكورة، فحري بالعبد أن يترفع في نفسه عن إبدالها لأجل أن يكسب الرزق. ففي السماء رزقكم وما توعدون، أقسم الله سبحانه وتعالى أن رزق العباد مكتوب في السماء، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير،
أرسل لكم الوظيفة إن شاء الله على الغرفة. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. إن كان عند أحدكم من سؤال قبل أن ننهي المحاضرة فليتفضل. استاذ يعطيك العافيه، عافيك، تفضل. مشكور، جزاك الخير استاذ الكريم. في بالنسبه للموعد، راح يبقى هيك ثابت ولا بعد الموعد الصلاه في الثانيه؟ رمضان، نحن موعدنا ها بالأصل، موعدنا بالأصل من الأربعة ونص للستة. نعم، في رمضان سوينا ساعة من الأربعة ونص للخمسة ونص فقط. تمام استاذ. استاذ بالنسبه للطلاب، في عده طلاب جداد، بالنسبه للوظائف القديمه شو راح يعملوا؟ عندنا طالب يكتبوها صدام ويرسلوا لي إياها. اما كان حاضر الدروس، يعني يرد يعملهم ولا شلون؟ يكتبها ويرسل لي إياها، الدروس كلها مسجلة إن شاء الله، بس رفعناها مخبركم، فبيحسن يتابع يشوفها مصورة مسجلة إن شاء الله ويرسل الوظائف. تمام استاذ، الله يعطيك العافيه. الله يعافيكم، حياكم الله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.